تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم عبر جوله جديده ومكان جديد في حي الرياض. نحن في مركز ابو هديه لتنميه المراه، واحده من الاماكن اللي بتقدم خدمه كبيره جدا للمراه السودانيه، خصوصا المراه الموجوده في شرق السودان. حنتعرف على واحده من الناس اللي بدوا العمل في السبعينات يا حجه نفيسه، ولا يكون اكثر كمان من زمن نميري، ما اعرف سنه كم. عارفين عليك من انت؟ انا نفيس عبد القادر محمد باليت. الله يديك العافيه. الحاجات اللي قدامنا دي بتمثل نموذج كده لتراث الشرق. تراث الشرق عام، ما يعني مثلا القبيلتين من عامر والعرب كلهم تراثهم واحد، فانا مولوده من القبيلتين ما بستغنى منهم، عشان كده عملت التراث عام. والحمد لله ربنا وفقني. اول حاجه لما عملت التراث ذاته كان صادق الملك بنتي محروقه في المستشفى، وهو ساعدني، وكان وزير الصحة يلا ناس سناي ناس شجر عمنا دور أريت، قامت عملت تكريم لصادق الملك. أنا مشيت قالوا لي تعال شوفي التراث اللي عملناه. لما لقيت هبابة ومكشاشة سلاية وكده، بس ما في حاجة. طوال مشيت ناس ديوان الزكاة، طيب يا جماعة أدعموني، أنا عندي فكرة دار أسوي كده. بارك الله فيهم، أدوني مليون، والوقت داك مليون تجيب لك شو شوية. يلا عملتها الحمد لله، وربنا وفقني وتوفقتها. اها لما جاء التراث في مهرجان السياحه، مشيت لعبد الله، كنا كان وزير السياحه، قلت له يا عبد الله يا اخي انا ما عندي، ما تاجروا لي ناس تمكين المراه، وديل بياجروا لهم وبيدفعوا حقهم. انا قلت له ما عندي حاجه، ما تاجر لي، عندي فكره اعرض تراثي. قال لي خلاص. كلم لي واحد اسمه مصطفى جاي من خرطوم، قال لي يا اخي المره دي قالت كده كده، قال له مستعد انا براي رحله والله، كتر الخير ببوكسيه 10 يوم قاعده معاهم. اشتريت شنو من الحاجات؟ انا اشتريت البرش والسكسوك وشكلته زي ما شايف. عملتي براكن؟ عمل اول كان لما كنت شابه كنت بعمل براكن، لكن حسب كده ما شاء الله شباب. شباب لا ما تعشمني بقي ستات بقي ستات. طول عمرك ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك. بعدين ضيع الشعر مثلا، تعمل زي نظام سوليد. ده له علاقه بالزواج ولا بيتلبس في الايام العاديه؟ لا بالزواج، اللي حق العروسه هو اساسا، ده كمان بيت عروسه. ايوه هن العرب يعني ما زينه المراه كده في البيت ولا؟ ممكن اسوي بعد ما ذاك، لكن للبيت كله حق العروسه هو. حق العروسه هو. ايوه طيب. كان شنو من الحاجات اللي انت عملتيها وبتتكون من شنو كمان؟ بسوي مثلا في المركز ده زي الزعافات الاوليه، بمشي ناس الهلال الاحمر بارك الله فيهم، هذيك شهاده مدينه تقديريه، يعني يدربوا لي الزعافات الاوليه، التحسين، التمريض، يودوهم لي المستشفى، تعليم الكبار كمان، عندي ارقام جلوس الحمد لله حق تامنه بسوي. لكن بعيد عنك اميه ما عندي قلم، ده كله بس انت عندك يعني اقول شنو بالليل تخطط. عارفه كثير، مفترض تعلمي كمان برضه يعني. الحمد لله يعني كمان الخبره هي ذات علم، الواحد لما يمارس حاجة علم بالنسبة له. نقاس القلم ده القلم بنحتاج للخبرة مرات نحن. الله يقدر. بعدين التاريخ ذاته الزمن انت حضرتيه، وده الجيل الجديد ده ما شافه ما يعرفوه. لما جيت اشرح للدكاترة، لما جابوا لي دكاترة من خرطوم في المعرض قالوا لي اشرح لنا، قلت لهم في هندول عندي كان زيناه بسكسك حق الشافعي وفوقه سائن صغير، قال لي ده شنو؟ قلت لهم ده يا والله من اول يوم الطفل لما يتولد يخج اللبن اهلنا يطلعوا الفرصه يدوه يلحس. انت حاسه تقول مويه ما تدوه 6 شهور؟ لا قلت لهم كده. قالوا لي قلت لهم ليه؟ قلت حرام عليكم ما تقولوا. لما يتولد يكحلوه ببصل. بيعمل شنو؟ اه البصل بيعمل شنو؟ البصل يشيل هناي القشات والرماد، والهناي ما تولد جديد. أيوة. من الدم ومن هناي ينقيه. حاجه اسمها الصفير ولا شنو؟ شوف هذه كله بيمرضوا. صفير ده بعدين لما يكبر وياخذ حاجات. لا في الاطفال يعني واحد يقعد في مثلا حته مظلمه بيكون مشكله. ما ده يقولوا اهلنا، لكن ما تطلع وتخط السكينه جنبه وتخط تحرسه يعني. كلها عادات يعني ما. والسره بيكمدوها بعصيده سخنه. عشان ما تنتهب وعشان ما تبقى كده. هذا قلت لهم انت الطفل السمنه ولا المويه؟ قالوا لي السمنه القويه، طبعا معدته صغيره ما تجيها اي عوجة، ما عنده تسنين، ما عنده اي حاجه، في امان الله. الحاجات اللي قدامنا دي شنو؟ ده بيعملوه في الهودج بتاعت الجمل لما دارين يشيلوا العروسه بالجنبات. ده الهودج، وده هبابه طبعا، يا هبابه عاديه نقول لمرمحة وساكين.
لبسناها عشان تبقى هنا تتهبب بها العروسه الجيل الجديد ثم الجيل القديم. بعدين ما شاء الله اكسسوارات. ايوه ده المشلعيب ياهو تعلق فوقه من الكديس. بنات الزمن ده بيرفعوا الحياه دي. الثلاجه كمان عندهم يا ابوك. الثلاجه كمان. حاجه نفيسه ايوه. هنا بخصه بيسوي فوق حاجاتها العروسه أيوة. تعلقها. ياهو ده قاعدين نعلقه كده في التراث. تمام. طيب المراه في حرية الرياض وفي الشرق عموما بتحتاج لشنو؟ انت فاتحه مركز للتدريب. والله تحتاج لحاجات كثيره. تحتاج اول حاجه لوعي. تحتاج لوعي اول. ما كله متعلم يعني يقول لك وعي. قدر ما انا جرجل فوقهم وقدر ما انا ديهم حسب المكنه ديك مديني لها ناس ديوان الزكاة اثنين مكنه مديني. الواحد شايل اخوي عشان ما يخيط بها قال لي اولاده. والثاني هذه قاعده من سنه 2000 ما في مره جات تتدرب. تقول لهم تعالوا سووا بسكويت تعالوا سووا يعني ما مسجعيني في الحته دي ذاتها ما مسجعينه ولا جاري غايته الرسا اللي يثبت الاجر. هم بيتابعوك الان وكل بيتابعوك الناس في حي الرياض وفي غير حي الرياض كمان. أيوة. يدعموكم هنا وان شاء الله يوفر لكم. أيوة. حتى المدربين ويقترحوا. أيوة. عليكم كورسات. انا كان دعموني بس بالوعي ما دايره حاجه. رصيدي وطن ومواطن. ربنا يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. اللهم امين. شكرا. بارك الله فيكم. كثر خيركم. بارك الله فيكم. دي كانت واحدة من الحلقات المهمة بتكلم عن تراث الشرق. معنا حج نفيس ربنا يطول عمره شايل أهم منطقته وشايل أهم البلد في أنه المرأة السودانية لابد أنها تنتج في الفترة الجاية محتاجة للإنتاج حتى جولة قادمة.